جزيلا. Thank you all. It is very humbling for me to be here with all of you. القضية، وإنني أريد أن أشكركم على هذا العمل المتميز الذي تقومون به لترويج لإيران حرة. أشكركم على الوقوف بقوة دفاعا عن الحرية. Now this is the first opportunity I've had to speak at length about. إذن هذه هي الفرصة الأولى التي أتيحت لي للتحدث عن إيران منذ أن أنهيت عملي كنائب للرئيس، وبينما الآن أنا لا حكومة الولايات المتحدة، ولكنني أؤكد لكم بأنني أتحدث بآراء عشرات الملايين من الشعب الأمريكي، وأنا أقول لكم بكل ثقة بأن الشعب الأمريكي يدعم هدفكم في إقامة جمهورية ديمقراطية علمانية غير نووية تستمد قوتها من موافقة الشعب الذي يدعم الحكومة. العديد من المواطنين لديهم جذور في إيران، أكثر من 1.5 مليون أمريكي ولد في إيران، ما يعني أن هنالك الكثير من الأمريكيين، وأن هنالك شتاتا إيرانيا في الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى، وإن أمريكا قد أسهمتم بغناها بشكل لا يتصدق بمساهماتكم في ثقافتنا واقتصادنا ومجتمعاتنا. معظم الأمريكيين من أصل إيراني أتوا إلى الولايات المتحدة بعد مأساة ثورة 1979، اختاروا الولايات المتحدة وطنا لهم لأنهم يعرفون أن أمريكا كما هي أرض للحرية. But for those who were left behind. ولكن بالنسبة لأولئك الذين بقوا في إيران، الكثير من أفراد عائلاتكم وأولئك الذين ينظرون من البعيد، فإن حياتهم مليئة كانت بالبؤس والمصاعب، وإن ما عاناه الشعب منذ 1979 سيسجله التاريخ كأحد أعظم مآسي العصر الحديث. وكقائد للمنتخب سابق ومواطن أمريكي وكرجل مؤمن يؤمن بأن كل الناس خلقوا على صورة الله، فإن الشعب الإيراني دائما له مكانة في قلبي. في 2009 مثل العديد من الأمريكيين أتذكر بأنني كنت أشاهد وكل أمل وأتوقع عندما أشاهد بأمل كبير عندما بدأ الشعب الإيراني ينتفض للمطالبة بحقه. وفي انتفاضة 2009 ملأ الملايين من الشباب والشابات شوارع طهران وتبريز، وكما أن كل مدينة أو قرية بينهما كانت مليئة بالناس، شجبوا الانتخابات المزورة وطلبوا بإنهاء عقود من القمع. وهؤلاء المتظاهرون كانوا ينظرون إلى أمريكا للحصول على الدعم، ولقد رأيت نفسي كعضو في الكونغرس، رأيت الإدارة صامتة لأيام، وكعضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أدركت بأن علينا بأن عدم اتخاذ إجراء أي إجراء كان تنازلا من القيادة الأمريكية، وإن الحرية هي قضية الأمريكيين، وفي هذه القضية لا ينبغي على الإطلاق أن نبقى صامتين. So as a member of the House International Relations Committee, I went to work. ولذا كعضو في لجنة الشؤون الخارجية، فإننا عملنا مع أفراد من أعضاء مجلس النواب لتمرير قرار والموافقة على قرار، وأعتقد أن السناتور جون ليبرمان الذي قدم هذا القانون لمجلس النواب
لنعبر عن دعم أمريكا للمتظاهرين. وأنا فخور جدا بأن أقول بأن هذا القرار قد تم الموافقة عليه بالإجماع في مجلس النواب، ولذلك أنا أشكر السيناتور ليبرمان على دعمه الكبير. With such strong and overwhelming and bipartisan support on Capitol Hill. بهذا الدعم اللامتناهي من كافة الأحزاب، فإن بايدن لم يكن لديه خيار سوى الانضمام إلى المؤيدين. وإدارة أوباما وبايدن قد كانوا قد رفضوا في أو كانوا من الذين، ولكنهم اضطروا على مضض إلى الانضمام لتأييد قضية إيران الحرة. ولكن للأسف ما كنا نشاهده كان هنالك عنف كبير في الشوارع طهران، وقد شهدنا ولكن شهدنا بذلك. ولكن أملنا بما نراه الآن بأن هذه الانتفاضة لا يمكن القضاء عليها، وإن الأمريكيين لم تقف صامتة في وجه هؤلاء الطغاة الذين يرتكبون هذه الفضائع. لقد وقفنا مع الشعب المحب للحرية في إيران. We stood against their tyrannical regime as لقد وقفنا مع ضد هذا النظام أكثر من أي إدارة أمريكية سابقة. لقد ألغينا اتفاق إيران النووي الذي أغرق خزائن النظام بعشرات المليارات، وأيضا هذه الأموال التي استخدمها لقمع الشعب. وقد فرضنا عقوبات جديدة معيقة على الحرس الثوري الإيراني، وأطلقنا حملة من الضغط الأقصى لمعاقبة النظام على سلوكه العدواني واعتدائه على مواطنيه. لقد فرضنا عقوبات صارمة للحد من صادرات النفط لتصبح إلى حد الصفر، وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي. لقد طلبنا دول العالم الحر بالوقوف معنا ومع الشعب الإيراني. لقد طالبنا دول العالم بالوقوف معنا وأن يدافعوا على الشعب الإيراني وإدانة الدكتاتوريين، وأيضا بعبارات لا لبس فيها أخبرنا المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين أن خطط العمل الشعب المشتركة كانت خطأ كبيرا خطيرا سيكلف للولايات المتحدة وللعالم ولشعب إيران. وقد أوضحنا بشكل جلي بأننا الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي. عندما بدأنا كان عندما لقد كان النظام الإيراني يتمتع بالمليارات من الدولارات، ولقد واجهنا هذا النشاط الخبيث للنظام في المنطقة، ولم نتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف أكبر إرهابي في العالم قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والذي قتل الآن.
On the day we left office, the Iranian regime was. اليوم الذي انتهى فيه ولايتنا كان النظام الإيراني في عزلة أكثر من أي وقت مضى. والآن نحن نتحدث في قمة إيران الحرة 2021 لم يكن النظام الإيراني أضعف مما هو عليه اليوم. اقتصادها في حالة فوضى، معدل التضخم ارتفع بشكل كبير، فقدت العملة الإيرانية 90% من قيمتها، 4 من كل 5 إيرانيين يعيشون تحت خط الفقر والفساد في أعلى مستوياته، وبكل المؤشرات لقد تبين أن الشعب الإيراني مستعد للتغيير. And there's every indication that the tyrannical regime in Iran. إن هنالك الكثير هذه الأيام التي لن تنسى، وإن اختيار إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران مؤخرا هي علامة على يأس النظام المتزايد وضعفه. قبل 30 عاما كان الرئيسي مسؤولا عن فرق الموت التابع لآية الله، وهو قاتل وحشي، قاتل جماعي وحشي، مسؤول عن مذبحة 1980 التي راح ضحيتها 30,000 سجين. وإن اختياره كرئيس لا يهدف إلا إلى وضع واضح، وهو قمع المعارضة وإجبار الشعب الإيراني على الصمت. ولكن لا ينبغي أن نبقى صامتين في وجه هذا الشر. يعرف الكثير من الناس الذين يحضرون اليوم جيدا مدى شر وسوء رئيسي، وفقد الكثير منكم أحباء على يد رئيسي. لقد فقدتم منازلكم وأيضا أرزاقكم، و أيضا كما سمعت الآن قبل قليل بعضكم قد فر بحياته، ولذلك اليوم نحن ننضم إليكم كأمريكيين، ننضم إليكم في الوعد بأن لا تمر جرائمه كذلك من دون عقاب. Abraham Raisi must be removed from office by the people of Iran. إن إبراهيم رئيسي ينبغي أن يزيحه الشعب الإيراني من مكانه، ويجب أن يحاكم للجرائم ضد الإنسانية والمجازر الجماعية، القتل الجماعي. And today, by all indications, the resistance movement in Iran is. وإن حركة المقاومة في إيران هي أقوى من أي وقت مضى، وإن وحدات هذه المقاومة في إيران هي الآن منبع الأمل للشعب الإيراني، وهو محرك للتغيير من الداخل عبر الانتفاضات والاحتجاجات التي تقومها. دعوني أكون واضحا، وأنا أعرف بأننا نتحدث نيابة عن عشرات الملايين من الأمريكيين وعن كلا الحزبين السياسيين وعن كل السياسات الحزبية، فإن أمريكا تقف بدون شك مع المقاومة الإيرانية. Thank you.
One of the biggest lies the ruling regime has sold the world. ومن أكبر الأكاذيب التي كان يسوقها النظام هذا النظام الحاكم للعالم بأنه لا بديل عن الوضع القائم. وإن هنا ولكن هنالك بديل منظم جيدا ومجهز ومدعوم شعبيا ويطلق عليه AMK أو مجاهدي الخلق الإيرانية. The MEK is committed to democracy, human rights, for every citizen of Iran. مجاهدي خلق الإيرانية ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية وهي تفقدها امرأة مذهلة وهي مريم رجوي. Her 10-point plan for the future of Iran will ensure. وإن خطط النقاط العشر لمستقبل إيران هي تضمن حرية التعبير وحرية التجمع والحرية لكل إيراني في اختيار القادة المنتخبين. يجب أن يكون أملنا دائما في حصول تعايش سلمي وتعاوني ومتناغم في إيران مع كل الدول ذات السيادة في العالم. ينبغي أن تكون الولايات المتحدة مستعدة دوما لتبني السلام مع وأن تعمل مع من يسعون إليه، ولكن السلام هو فقط متاح من قبل القوة ومع تبني الرئيس لخطة الاتفاق النووي والسماح بإطلاق الصواريخ على حليفنا الغالي إسرائيل والانسحاب الكارثي من أفغانستان، فإن خصومنا يشعرون بالضعف في الإدارة الأمريكية الحالية وقد شجعوا على أن يمتحنوا قواتنا وعزمنا، ولكن في الواقع بدأوا بالفعل مع قيام النظام بهجوم بطائرة من دون طيار على الولايات المتحدة في وإن الضعف يثير الشر، ولكن حتى لو كانت الإدارة الحالية ضعيفة فلا داعي للشك بأن الشعب الأمريكي يظل قويا وسنظل ملتزما وسيظل ملتزما بشكل كامل بالحرية. And I know the people of our country will remain committed to defending. وأنا أعلم بأن إيران هي أمة عظيمة، وأنا أعرف بأن في قلبنا نعرف بأن إيران يمكن أن تكون أمة عظيمة مرة أخرى. نحن نعلم تاريخ إيران العظيم والذي يمتد إلى أقدم الأزمان، وهي قصة شعب قدم مساهمات كبرى في الفن والموسيقى والتجارة والأدب، ونعلم أن القصة لم تنتهي بعد. كما قال الرئيس الأسبق رونالد ريغان، لا يوجد هنالك ترسانة أو أسلحة في ترسانات العالم أقوى من الشجاعة ومعنوية الرجال الأحرار، الرجال والنساء الأحرار. إيران سوف تكون حرة يوما ما. Because here in America, we know the Iranian people. لأننا هنا في أمريكا نعلم الإمكانات الهائلة للشعب الإيراني. لقد رأينا ما يمكنهم تحقيقه عندما يكونون أحرارا في متابعة أحلامهم. وعلى كل الدول في العالم أن تستمر في دعم الشعب الإيراني في سعيه للحرية وأيضا
في أن نطالب القادة في إيران بالكف عن أعمالهم الخطيرة المزعجة للاستقرار، وإن هذا النظام في إيران يهدد السلم والنظام العالمي، ولا يمكن أن يبقى أي نظام قمعي إلى الأبد. وأنا أؤمن في قلبي بأن اليوم سوف يأتي عندما يتخلى آيات الله عن قبضتهم الحديدية المطبقة على إيران. أنا أؤمن بأن يوما مجيدا ومستقبلا مشرقا سوف يبدأ، وعهدا من السلام والازدهار والاستقرار لأبناء إيران سوف يأتي. واليوم أنا أصلي من كل قلبي أن يأتي هذا اليوم قريبا، وأن ننظر على أوجهكم المشرقة، وأن تكونوا معنا مع هؤلاء الأشخاص الأمريكيين هنا. وأنني أؤمن بأن هذا اليوم سوف يأتي وسوف يأتي قريبا. شكرا، شكرا لكم، وبارك الله في شعب إيران، وبارك الله في أمريكا.